الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أبنائي بناتي في هذا البرنامج أبناؤنا يسألون، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقكم الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح. هناك قولة سأقولها لكم الآن وانتبهوا لما أقول. يقال: ثعبان شجاع ينقذ سمكة من الغرق. أعيد المثال: ثعبان شجاع ينقذ سمكة من الغرق. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام هذا هو أسلوب الخداع الكاذب الذي تبثه بعض الإعلاميات في الفضائيات. كيف ثعبان شجاع؟ المشكلة في اللي يصدق، ولا كيف ثعبان شجاع ينقذ سمكة من الغرق؟ أصلا السمكة إذا أخرجتها من 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 الماء تموت، هي أصلا تعيش في الماء. فهكذا الإعلام يخدع الواحد ويصدق في البداية، يقول ما شاء الله هذا فعلا شجاع الثعبان. قلب الحقائق ليس فقط هو تعديل، لا، قلب الحقائق هو المشكلة. استبدال الألفاظ، متغيرها، استبدال أخلاق الألفاظ، هذه مشكلة كبيرة. فأنتم مثلا تسمعون عن كلمات وجمل وبعض يعني المفاهيم وكذا، ترى هذا هو المقصود في إضلال عقول الناس، ولا الناس تعرف يعني الحقيقة، لكن لما يأتي بهذا الأسلوب سبحان الله الإنسان يقول كيف هذا الأمر. فانتبهوا يا عيالي يا بناتي، الإعلام كاذب في بعض الأمور التي يبثها، وخاصة في الألعاب. لا تظنون هذه ألعاب، لا، هذه وراها أفكار، وراها ناس يعني يبثون عقائدهم واعتقاداتهم. هذا هو المقصود، ترى مو لعب وناسة وضحك ومناظر حلوة، لا هي داخلها سموم والعياذ بالله. انتبهوا لهذا الأمر. طيب، ناخذ سؤال الآن. السلام عليكم، اسمي روان خالد جمعة، عندي سؤال يا شيخ، ما معنى اسم الله الجبار؟ جزاك الله خير يا بنتي روان على هذا السؤال. طبعا الجبار من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، العزيز والجبار المتكبر كما قال عز وجل. والجبار له ثلاث معاني: الملك والقهر والعلو. فالله سبحانه وتعالى يجبر الضعفاء، وكذلك يجبر قلوب المنكسرة له سبحانه وتعالى. والله عز وجل يجبر عباده في اتباع شرعه سبحانه وتعالى. فهو عز وجل هو الجبار، وهذا الاسم خاص بالله، يعني بعض الأسماء هي خاصة بالله، مثل الجبار، المتكبر، الأول، الآخر، القدوس، الخالق. طبعا لفظ الجلالة الله، الرحمن، هذه أسماء خاصة بالله. بقية الأسماء هي مشتركة لكن حقيقتها مختلفة. طبعا مثلا من أسماء الله عز وجل الرحيم، لكن رحمة الله ليست كرحمة من يسمي نفسه رحيم مثلا، وهكذا. فالأسماء الخاصة بالله ما يجوز الإنسان يسمي بها، ما يصير واحد يسمي نفسه مثلا جبار، أو نفسي سمي نفسه أحد، هذا ما تجوز، هذه من أسماء الله الخاصة. إذا سمى نفسه عبد الجبار جائز، عبد الأحد جائز، عبد الرحمن جائز، لكن إفرادها هكذا هذا لا يجوز. الله سبحانه وتعالى بيده الملك وبيده الخلق، وشرع لنا من الدين ما هو فيه الخير الكثير والعميم. الله سبحانه وتعالى كما جبرنا بقدره ومشيئته، جبرنا أيضا بأوامره
وجبرنا بترك نواهيه، شرع لكم من الدين كل شيء شرعه عز وجل من الدين يجب الالتزام به. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أمرا جاءت هكذا نكرة، يعني أي أمر، صغير كبير كثير قليل، أمرا. ما نقول لا هذا بسيط، ماكو بسيط، يعني نحن نقول لا تنظر إلى الشيء أنه هذا صدر من مخلوق، لا هذا صادر من خالق، وكل شيء يصدر من الله عز وجل فهو كبير وعظيم. فالله سبحانه وتعالى جبرنا بطاعته وعبادته وجبرنا في ترك نواهيه سبحانه وتعالى. هذه من المعاني التي تتعلق باسمه سبحانه وتعالى الجبار. ولذلك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يحشر هؤلاء المتكبرون أمثال الذر، إن الذر هو النمل الصغير في صور الرجال، وهذا يدل على احتقارهم يوم القيامة ومذلتهم وإهانتهم. ما في جبار أو متكبر إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان الذي يتجبر على الناس ويظلم الناس فإنه والعياذ بالله ستكون خاتمته وخيمة وفظيعة وعظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ونسأله عز وجل التوفيق والسداد. ونطلع فاصل ونأتيكم بعد قليل. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عدنا إليكم بعد الفاصل، حياكم الله أبنائي بناتي في هذا البرنامج أبناؤنا يسألون. معنا هذا السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسمي عمر خالد. يا شيخ عندي لك سؤال، ما هي أهم ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته؟ جزاك الله خير وليدي عمر على هذا السؤال. النبي عليه الصلاة والسلام اختص بأمور دون أمته. الأمر الأول ما حرم عليه عليه الصلاة والسلام من غير أمته، مثلا الصدقة، الزكاة والصدقة حرام على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الزكاة حرام على آل محمد، تمام، والصدقة محرمة عليه أيضا عليه الصلاة والسلام دون الآل. هذا واحد. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا حرام عليه أنه إذا لبس لامة الحرب، درع الحرب، أن ينزع هذه اللامة أو الدرع. كذلك حرم عليه خائنة الأعين، وهو أن يومئ بطرفه يعني بعينه خلاف ما يظهر بلسانه. كذلك حرم عليه الصلاة والسلام تعلم الشعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. هذه خصائص خاصة به صلى الله عليه وسلم، وهذه حرام عليه. هناك أمور أيضا خاصة به، وهي ما أبيح له دون الأمة. يعني مثلا عليه الصلاة والسلام يتزوج أكثر من 4 نساء، هذا مبيح له فقط. كذلك أيضا يتزوج بدون ولي ولا شهود، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. وأبيح كذلك له الوصال في الصيام، يعني يصوم 2 أيام ما يفطر. فأراد الصحابة أن يصومون مثل صيامه صلى الله عليه وسلم، فنهاهم عن ذلك. قال أنا يعني ربي يطعمني ويسقين، يعني أنا الله عز وجل يعطيني الطعام ويعطيني السقاء. فهذه خصائص به صلى الله عليه وسلم. فالأمور الخاصة ما يقتدى به عليه السلام، لأن هذا شيء خاص به عليه السلام. لكن بقية الأمور طبعا الاقتداء به عليه الصلاة والسلام في جميع الأمور، في العبادات، في المعاملات، في الزواج، في غيره، اللي ما هي من خصائصه. هكذا يجب أن نعرف حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا. في الختام نذكر هذه الكلمات البسيطة، نذكر فيها الآباء والأمهات. انتبهوا إلى مسألة التربية. إذا أردتم أن يعني تعلمون أولادكم وبناتكم، لابد من التربية قبل التعليم. الشاهد على ذلك
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يردف عبد الله بن عباس وكان غلام صغير، قال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك إلى آخر الحديث. إذن بدأ معه عليه الصلاة والسلام فقال إني أعلمك كلمات يعني شيء بسيط، فالتربية قبل التعليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ونلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.